انه ماكينات الاتقام ما عم بتساع بقى لبنان. عدد وزير الشؤون الاجتماعية اكتور حجار خمس اسباب لتبرير رفضه دفع المساعدات للاجئين السوريين بالدولار، واللي بتوصل لعائلة من خمس افراد ل $140 بالشهر. اسباب الوزير هي عبارة عن مغالطات غير منطقية، خصوصا انه الدفع بالدولار ما بيزيد قيمة المساعدات، بس بيخفف على مصرف لبنان طباعة الليرة وبيساهم بالحد من تدهور سعر الصرف. انه هالمبلغ اكبر بكتير من راتب موظف فئة أولى بالقطاع العام. مسؤولية الدولة تأمن رواتب بتليق بموظفينا، ومسؤولية مفوضية اللاجئين تأمن حياة كريمة للاجئين السوريين بلبنان. بس حتى إذا تغضينا عن المسؤوليات بتبقى مقارنة الوزير غلط، لأنه راتب موظف الفئة الأولى بيتراوح بين 31.5 مليون و 57.4 مليون ليرة. عم يستفيد حالياً لبنانيين 70 ألف عائلة فقط، مقابل 230 ألف عائلة سورية بيتقاضوا نقداً. أعلن البنك الدولي الخميس الماضي عن تمويل إضافي بقيمة $300 مليون لبطاقة أمان، حتى تصير تقدم مساعدات نقدية ل 160 ألف عائلة، توصل ل $145 بالشهر. بكل الأحوال المقارنة بين المساعدات الخارجية للاجئين وللبنانيين مش موفقة، خصوصاً بس تطلع من وزير، لأنه العيش الكريم للعيال اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، مش مسؤولية أي جهة خارجية. العدد الأكبر من هالنازحين هن نازحين اقتصاديين، ومنهم نازحين هربانين بسبب أوضاع أمنية وسياسية. ما بيستند هيدا الرأي لأي رقم أو معطيات واقعية، وبيعرض كتار من اللاجئين السوريين للخطر، خصوصاً أنه اللاجئين بلبنان إجوا أساساً من حلب وحمص وريف دمشق وإدلب وحما، يعني المناطق اللي شهدت أعنف مواجهات عسكرية وأعلى نسبة دمار للمساكن. عم نطالب بأنه تندفع هالمساعدات النقدية وين؟ بسوريا، ليتحمسوا النازحين على العودة لأرضهم. بيعرف الوزير أنه الحماس للعودة مرتبط أولاً بضمانات العودة الآمنة، وهيدي الضمانات مش متوفرة قبل الحل السياسي. مش موقفنا رح يزيد التوتر، الدولة رح تزيد التوتر بين اللبنانيين والنازحين. بالواقع تصريحات المسؤولين وتحريضهم على اللاجئين السوريين لأهداف سياسية صغيرة هي عامل أساسي بزيادة التوتر، ولو نظمت الدولة اللبنانية دخول اللاجئين من بدايات الأزمة كانت قدرت تستثمر وجودهم بشكل ما بيخلق نزاعات بينهم وبين المجتمعات المضيفة، بس فضلت القوى السياسية استعمال اللاجئين كورقة ابتزاز سياسية واقتصادية، خصوصا مع المجتمع الدولي.